اتكلمنا كتير جدا على نجاحات كرة اليد المصرية، سواء من مجلس إدارة عنده كل الصلاحيات لإنجاح هذه المنظومة، أو اتكلمنا أيضا على نجاح القيادة الفنية اللي حققت العديد من الإنجازات. ولكن يبقى العامل الأهم وهو اللاعبين. اللاعبين وهم المصدر الأقرب للجماهير، اللاعبين اللي لو اديناهم حقهم إعلاميا أو جماهيريا فعلا مش هيبخلوا علينا بنقطة عرق واحدة. هي مصر عندها إنجازات كتيرة جدا من النجاحات في تاريخ كرة اليد اتحققت بفضل العديد والعديد من اللاعبين. الجيل الحالي لمنتخبنا الوطني المصري مقبل على معركة هامة جدا، وهي بطولة كأس العالم 2021 اللي إن شاء الله هتكون مقامة على أرضنا في مصر. النهاردة حلقة خاصة جدا من ملاعب الأبطال، معايا اتنين من نجوم هذا الجيل، كل من علي زين نجم منتخبنا الوطني المصري ويحيى الدرع ايضا نجم منتخبنا الوطني المصري. برحب بيكم في ملعب الابطال، وانا بقول لكم مبسوط ان انا يعني معاكم، وان شاء الله تكون بدايه خير علينا، والمره الجايه تكونوا قاعدين معايا بقى بلقب مهم او بمركز متقدم باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا مبسوطين وبنشكرك على استضافتك لينا طبعا. ان شاء الله اكيد، ومرحب بيك طبعا، واحنا فعلا مبسوطين ان احنا موجودين هنا، وان شاء الله نحاول نتقابل تاني ومعانا حاجه تانية احسن يعني ان شاء الله باذن الله. طيب معانا تقرير عن نجوم منتخبنا الوطني المصري، خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل حلقتنا من ملاعب الابطال. بجد تحب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي ملاعب الابطال نكمل حديثنا مع النجوم اللي مشرفيني النهارده في استوديو ملاعب الابطال، علي زين نجم منتخبنا الوطني المصري ويحيى الدرع. يعني ما شاء الله التقرير اللي جواندي كلها بتونس، يعني مباراة أكيد كانت قوية جدا، ورغم كده ما شاء الله بتلعبوهم، يعني كأنكم بتلعبوا مع احترامي طبعا لتونس، ولكن بتلعبوا فرقة عادية جدا متألقين جدا. يعني طبعا علي ولا يحيى اللي يبدأ؟ اتفضل يا كابتن علي. هو طبعا مباراة تونس كانت مباراة قوية جدا بالنسبة لنا، وكان تحدي كبير لينا، خصوصا إن احنا آخر بطولة أفريقيا خسرناها فاينل مع تونس في الجابون، كسبناهم بعد كده في كأس العالم ألمانيا والدنمارك، فبالنسبة لنا كان تحدي كبير اللي احنا نعمل نتيجة إيجابية في تونس، مع إن كان عندنا فرصة ثانية، وفي نفس الوقت أنت بتلعب على أرض تونس، الموضوع كان مش سهل. الموضوع كان محتاج يعني كان عندنا جهد كبير، يعني تفكير وإزاي نلعب على العمل النفسي اللي هو يبقى الموضوع ضغط عليهم هما مش علينا إحنا يعني. فده كان أساس الموضوع، من يعني أساس تحقيق اللقب من أول البطولة، إن أنت إزاي تلعب عليهم، اللي انت تخليهم حاسين ان انت واثق في نفسك 100%، واحنا كنا فعلا واثقين في نفسنا 100%، فهم يبقى الضغط عليهم، عندهم الجماهير لازم يكسبوا، احنا بالنسبه لنا عادي، احنا بنلعب على ارضكم وهنلعب في الماتش ونشوف ايه اللي هيحصل، بس احنا يعني الحمد لله يعتبر احنا كنا واثقين ان احنا هنكسب البطوله من قبل ما البطوله تلعب، فالحمد لله الثقه دي ما كانتش غرور، كانت ازاي احنا نثبت ان احنا احسن وقدرنا نعمل كده يعني. بس ما شاء الله يحيى، يعني بلغه الكره كده كنتوا فايقين رغم الضغوط، وان انتوا خسرتوا البطوله اللي قبلها من تونس، ولكن كان عندكم تصرير ان انتوا لازم اصرار، يعني طبعا ان انتوا لازم تحققوا هذه البطوله. هو بس احنا لما لعبناهم في كاس عالم كسبنا فرق جوان كتير، فدي كانت بس زي رساله لنفسنا وليهم ان احنا في بطوله كاس عالم، بس اي ماتش ما بيننا وما بينكم دي بطوله بتحدد اسم مين اقوى فريق في افريقيا. بس في حاله غريبه، اول ما نزلنا ماتش الفاينل ما حسيناش باي ضغط، الناس كلها اللي هو انا خرجت اخر واحد غالبا من الاوضه، دخلت لقيت اللعيبه كلها كله بيهزر، كله بيضحك، كله بيبص حواليه على الجمهور، على العدد الموجود، الصاله كانت غالبا متقفله واحنا مش سامعين بعض، وكنا عاملين حسابنا على ده ان احنا قبل ما ننزل الماتش علامات معينه للتكتيك وحاجات عشان احنا مش هنسمع بعض، وعلى طول عينينا مع المدرب بره على الخط. يعني هو انا نفسي لو حسيت ان انا مرتاح مبسوط عايز العب ماتش هستمتع بيه، وفي نفس الوقت زي ما علي قال ان احنا كنا واثقين من نفسنا، احنا مذاكرين كويس، عاملين ماتشات كويس، عاملين اعداد كويس، فيعني كل حاجه موجوده، في الاول في الاخر النتيجه دي هتبقى بتاعت ربنا. بس اهم حاجه ان انت متاكد انك مفيش حاجه ناقصاك، ان انت تكسب، والدفعه بتاعت الجمهور دي زودت علينا وخدت منهم. حتى بانت في اول الماتش، هما كان عندهم الحماس بتاع اول خمس دقايق، بس اول ما لقونا ان احنا ند بند وفرقنا عليهم جونين وثلاثه، هما بداوا عقبال ما يستوعبوا ان ازاي احنا اللي متقدمين عليهم، كنا احنا فرقنا خمس تجوان وريحنا الماتش. حتى الشوط الثاني كله كان بطيء جدا، وكان اوحش من الشوط الاولاني، عشان اللي هو انت امتصيت الصدمه والحماس اللي هما بياخدوه بسبب جمهورهم، وبقى حاجه عكسيه عليهم.
خلاص انا هقول لكم مبروك، هي متاخره شويه بس لازلنا ابطال 2020 يعني. الحمد لله مصر بركت لنا. طيب الحمد لله. تعالوا نتكلم عن القرعه. نتكلم عن القرعه شويه، يعني عايز اعرف ردود افعالكم عن القرعه. هبدا مع علي، بما ان انت بتلعب في الشرق الاماراتي، يعني هل تواصل معاك اي حد في الامارات من زمايلك علق على القرعه والظهور المشرف لمصر والمكان؟ يعني احكي لي كده ردود الافعال ايه من الناس اللي حواليك او انت نفسك لما حضرت القرعه. طبعا القرعة يعني انت لما تشوف الكلام، تشوف الفرق كلها من بره، الموضوع مش سهل. جاي تليفونات كتيره، يعني رئيس النادي عندي أبو محمد الحصان كلمني وبارك لي طبعا على التنظيم الهائل اللي كان موجود. وهي طبعا المجموعه مش سهله، مجموعاتهم صعبه. الناس بتفكر بس في مجموعه، احنا كنا بنفكر لقدام شويه، انت هتطلع هتقابل مين، وبعد ما تقابل مين هتقابل مين، والكلام ده كله. طبعا هو يعني تفكير في سلاح ذو حدين. بس يعني انا شايف القرعه يعني هي مش انت عاوز تعمل نتيجه في كاس العالم، لازم تلاقي فرق كلها جامده. كلمني برضو كابتن هاني الفخراني، هو حاليا مدرب نادي الشرقه، وبارك لي طبعا على التنظيم، وهو كان مبسوط ان انا موجود في القرعه. وهو شايف برضو نفس الكلام، اللي انت عايز توصل لابعد حد في كاس العالم لازم تكسب فرق جامده، لازم تلعب ماتشات جامده. ده طبيعي، انت مستحيل يعني توصل لابعد حد من غير ما تلعب ماتشات جامده، يعني كل الفرق جامده. فانا شايف ان احنا ان شاء الله يبقى اختيارنا موفق يا رب، وان شاء الله يعني نعمل حاجه تسعد الناس كلها يعني. طب يحيى، انطباعك عن القرعه، ان انت تشوف دي بس القرعه؟ احنا يا جماعه بنقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، ما بالك ما بقى ان شاء الله اربع صالات منهم ثلاثه جداد. حاسس ان مصر ان شاء الله هتظهر قدام العالم بالانستراكشنز والصالات الجديده والقرعه والتنظيم، والاول مره ب 32 فريق. حاسس ان مصر ان شاء الله مدياك الحافز ان انت تشوف بطوله جيده ولا لا؟ ده طبعا يعني الحفله بتاعت القرعه دي حاجه مشرفه جدا يعني، واظن العالم كله انبهر بيها. كانت متنظمه، مفيش حاجه ناقصه فيها، الناس اتبسطت، كان في عدد كبير، ودي حاجه يعني كويسه كبدايه لكاس عالم، ان الناس اللي هتيجي تتفرج عليك وقابليه الاعداد انها تبدا تزيد وانها تشجعك، لان ده هيبقى عامل احنا محتاجينه جدا معانا في الماتشات. احنا بدايه التجهيزات وبدايه الحلم ده من ساعه ما عرفنا ان احنا خلاص احنا نستضيف البطوله، بصينا قدامنا احنا عندنا ايه، عندنا قبل اصلا كاس عالم عندنا افريقيا وعندنا اولمبياد عايزين نتاهل لها، وكل دي اعداد قوي جدا قبل كاس عالم، على اساس ان انت تعرف انت واقف فين ما بين الفرق. طبعا 32 فرقه دي اول مره تتعمل، فهيكون يعني بطوله اقوى بكتير من المره اللي فاتت، و ان انت توصل لابعد مدى تبدا تقعد تزود في عدد الماتشات، فده حمل وضغط عليك، فلازم تبقى جاهز اكتر بكتير من اي بطوله قبل كده. انا شايف ان كل المجموعات فيها يعني فيها منافسات، مجموعتنا على كل ماتشات في الملعب، ما فيش حاجه سهله وما فيش حاجه صعبه في نفس الوقت. انت عايز تحقق حلم، فانت لازم هتدوس على ناس في طريقك. فالحمد لله احنا لحد دلوقتي بادئين تجهيزاتنا، ما حدش مقصر، الاتحاد مش مقصر، كلنا عارفين عايزين نوصل لايه، واظن ان مصر كلها عارفه شخصيه اسره كره اليد في البطولات وفي الماتشات عامله ازاي، وان هم بيقاتلوا لحد الاخر. واظن ده بيظهر على مدار الاجيال والبطولات اللي احنا لعبناها السنين اللي فاتت. طيب عايز اسالكم انتوا الاثنين سؤال، يعني يكون اجابته مين كنتوا الاثنين. الجماهير بتبقى مستنيه تشوف لعيبه منتخبنا رايها ايه. الجهاز الفني لما خلاص جه دور مصر انها تختار المجموعه اللي هتقع فيها، واختاروا المجموعه السابعه اللي فيها السويد والتشيك والفريق اللي هيتاهل من امريكا الجنوبيه، وان هم كان عندهم بعد نظر بيفكروا في المجموعه اللي لما تصعدوا هتكونوا مع مين، اللي هي المجموعه الثامنه اللي فيها سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبيه وروسيا. شايفين مجموعه مصر عامله ازاي وطريق مصر عامل ازاي؟ هبدا مع علي، اتفضل يا علي. طبعا احنا مجموعتنا زي ما قلت هي مش سهله، انت عندك السويد فرقه في المستوى الاول وفرقه قويه جدا، بس احنا يعني دايما ماتشاتنا معاها بتبقى كويسه، بنلعب معاها ند بند. اخر خمس سنين معاهم يعني لعبنا ماتشات معاهم كويسه جدا، كسبنا وخسرنا منهم. عندك التشيك فرقه كويسه الى حد ما، اخر مره لعبتهم في كاس العالم قطر، كاس العالم قطر كسبناهم كاس العالم قطر 2015، كان في احسن حالاتهم. احنا حاليا يعني يعتبر في نضج اكبر في الهاندبول. المتأهل من أمريكا الجنوبية، وأنا أعتقد اللي هو هيبقى تشيلي، فرقة يعني إلى حد ما كويسة جدا، كسبت البرازيل في آخر بطولة اليوم.
هما زي ما زي ما قلت انا شايف الناس فكرت والجهاز الفني عندنا فكر ازاي هتعمل ايه في المجموعه اللي هتقابلها بعد كده. ده مش معناه ان احنا هنكسب الثلاث فرق مستريح، يعني الفرقه تبقى صعبه جدا في الملعب. وعشان كده احنا زي ما يحيى قال، احنا فعلا من ساعه ما عرفنا ان كاس العالم في مصر احنا بنحضر له من يعني من اول ما عرفنا بدانا التحضير خلاص لكاس العالم في مصر. تلعب افريقيا، انت عندك فرصه ثانيه ان انت لو خسرت افريقيا هتلعب ثاني عشان خاطر تتاهل الاولمبياد تصفيات. لا انت قلت لازم ناخدها من اول حاجه. كان عندنا امل ان احنا نلعب اولمبياد قبل كاس العالم عشان نبقى نحضر اكتر لكاس العالم. ما حصلش نصيب، الاولمبياد اتاجلت. فدلوقتي حاليا احنا انت عندك القوام الفرقه كلها والاتحاد المصري والجهاز الفني كلهم بيحلموا باللي هو ماتش الافتتاح، اول ماتش وايه اللي هيحصل وهنعمل ايه والكلام ده كله. فانت داخل في مود البطوله قبلها بسنين. فاعتقد ان احنا يعني شايف ان احنا يعني نقدر نعمل حاجه كويسه في مجموعتنا ونقدر نعمل حاجه كويسه لما نطلع المجموعه الثانيه، لان المجموعه الثانيه فيها سلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا تقريبا هم دول الثلاث فرق اللي هيصعدوا. فالثلاث فرق في المتناول، فرق جامده بس في المتناول. اعتقد ان احنا كنا احنا مجموعات ثانيه وكنا وقعنا مثلا مع فرق زي النرويج او الدنمارك او فرنسا الموضوع كان هيبقى صعب شويه. مش مستحيل، هو صعب، بس انا شايف ان احنا يعني اختيارنا موفق، وان شاء الله يعني نحاول نثبت للناس اللي هو كان اختيارنا موفق في البطوله وفي اول ماتش الافتتاح يا رب ان شاء الله وفي الدور الثاني ونوصل لحاجه ابعد من كده. يعني كابتن يحيى قول لي راي حضرتك ايه؟ لا يعني ما فيش حاجات زيادة عن اللي علي قالها، احنا بس السويد لعبناها كتير. انت بس بتختار في الاول ان انت ما ينفعش تخش مثلا في صدام مع الدنمارك بطل العالم في المجموعة وانت لسه محتاج تجيب فورمة ماتشات ومحتاج ان انت تثق في نفسك اكتر وتصدق في نفسك ان انت قريب وتعرف انت واقف من فين. فانا شايف ان احنا برضو عندنا حاجة ادفانتج لينا ان انت هتلاعب في المجموعة السويد والتشيك وعندك ثلاث فرق الناحية التانية، ففي خمس ماتشات فرق اوروبا، فانت النمط بتاع اللعب هتبدا تتعود عليه من الاول. فانت دفعت في الافتتاح هتلعب السويد، يعني اقوى ماتش عندك في المجموعه في الافتتاح مع الجمهور، فهي طبعا حاجه ممكن تبقى سلبيه وممكن تبقى ايجابيه، بس انت هتحاول تحقق كل حاجه ايجابيه ان انت تدخلها في الماتش ده، ان انت لو كسبت السويد ان شاء الله تضمن ان انت تبقى اول المجموعه، تبقى رايح الناحيه الثانيه مرتاح ويبقى عندك فرصه ثانيه. لكن ان انت لو لا قدر الله حصل حاجه في المجموعه بتبدا تحط نفسك في ضغط بعد كده، ان انت لما ان شاء الله ربنا يكرم وان احنا نعدي من المجموعه اللي احنا هنضم عليها. انت في دور الثمانيه خلاص هتلاعب غالبا يا كرواتيا يا دنمارك، بس هكون واصل لهم بالليفل العالي، لاعب فيهم خمس ماتشات على اعلى مستوى وماتشات كلها في الملعب، يعني 99% من مجهودك ممكن ما تكسبكش و100% برده ممكن ما تكسبكش. فانت يعني اكتر من 100% لو تعرف تعملها لازم هتعملها. فاحنا لازم بس نفكر فيها خطوه بخطوه. عندك الاول المجموعه فيها ثلاث ماتشات، وثلاث ماتشات هيبقوا مش سهلين، مش ماتش السويد بس، يعني لازم تحترم كل فريق واللي انت هتروح عليه برضه في نفس الوقت. انت هيبقوا بيتفرجوا عليك وعملوا عليك سكاوتنج وهم كويسين قوي في ده، فانت لازم تبقى رايح لهم مذاكر وتبقى خارج ان شاء الله ربنا كرمك واول المجموعه على اساس انك تشم نفسك ان خلاص انا جاهز وانا خلاص لازم بقى ادوس واكمل في الطريق اللي انا عايز اوصل له باذن الله. هي حديث ممتع ولقاء امتع، هنكمله بعد هذا الفاصل مع اثنين من نجوم منتخبنا الوطني المصري لكره اليد، الكابتن علي زيد والكابتن يحيى الدرع، فابقوا معنا. بجد تعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وملاعب الابطال، مكملين حديثنا الممتع مع اثنين من نجوم منتخبنا الوطني المصري لكره اليد يحيى الدرع وعلي زين. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن القرعه، خليني اسالكم سؤال مختلف المره دي. شايفين الفريق اللي ممكن يتميز او يكون الحصان الاسود او مفاجاه لكل المتابعين في البطوله مين هو؟ ده غيرنا؟ غير مصر. انا شايف البرتغال. البرتغال فرقه كويسه جدا، حظوظها بس بتبقى يعني هي دايما في بطوله اوروبا اللي فاتت واللي قبليها بيلعبوا كويس جدا. بطوله اوروبا اللي فاتت كسبوا فرنسا وعملوا ماتشات هايله. فالبرتغال النرويج ده شايف اللي هم يعني الفرق اللي ممكن تعمل نتائج كويسه جدا. اعتقد هم الاثنين اصلا هيبقى يعني معاهم فرنسا وايسلندا، يعني اعتقد اللي هي البرتغال والنرويج هم اللي هيطلعوا دور الثمانيه من المجموعة الخامسة والستة. فأنا شايفهم يعني هم الاثنين ممكن يبقوا مفاجأة كبيرة كمان يعني،
وبالذات البرتغال يعني. طب يحيى شايف فرقه غير اللي علي قالها ولا في فرقه بالنسبه لك ممكن برضو تكمل المشوار وتوصل للادوار النهائيه؟ يعني هي فكره ان في كل مجموعه الاوائل بتوعها هم اللي بيبقوا ثابتين معظم الاوقات في كاس عالم، بيخشوا الثمانيه الاوائل مثلا. هو زي ما علي قال البرتغال وايسلندا ان هم الاثنين اليورو اللي فات ظهروا بشكل كويس جدا، البرتغال كسبت فرنسا وايسلندا كسبت الدنمارك. فيعني وسلوفينيا نفس الكلام برضه على طول بتكون متواجده. بيلاروسيا اليورو اللي فات كانت ظاهره بمظهر كويس جدا برضه وعملت ماتشات هايله. ف يعني كتر الماتشات وان كل كاس عالم بيظهر لك واحد او اثنين في كل فرقه ممكن يتقلوهم بطريقه جديده وما بيكونوش معروفين، فعقبال ما ان انت تعرف توقفهم او ان انت تعرف نقطه الضعف بتاعتهم في البطوله ممكن يكون عدى اربع خمس ماتشات يكونوا هم ظهروا فيهم يكونوا زقوا فرقتهم لمركز متقدم شويه في البطوله يعني. طب يحيى يعني معروف ان كره اليد لعبه جماعيه اكتر من ممكن زي ما بنشوف كره القدم، بيبقى في فرق مبنيه على لاعب واحد، بنشوف مثلا ميسي في الارجنتين، كريستيانو رونالدو في البرتغال، هل لعبه كره اليد برضو كده يعني فيها كل فرقه ممكن يكون فيها نجم العالم كله مستني يشوفه ويشوف اداؤه في البطوله دي ولا لا؟ لا طبعا في كل فريق نجم متميز او هو اللي يكون الكي بلاير اللي بيبنوا عليه كل اللعب، بس انت التيم ورك في هاندبول انت محتاجه اكتر من اي لعبه تانية زي الباسكت برضو، لان المساحات ضيقه فانت برضو ممكن كله يقف قدامك، انت لو لعيب سوبر لو كله يقف قدامك برضو مش هتعرف تعمل حاجه. وجود المنتخبات دي على طول في ساحه التتويج دي معنى ان كل اللعيبه ليها وزن تقيل في المنتخب، بس طبعا كل فريق بيبقى ليه. يعني قول لي اسماء كده مثلا مين من اللاعبين اللي ممكن تقولهم للمشاهدين؟ عايز تقول ايه يا علي؟ انا مش عايز اقول حاجه والله. يعني مثلا طبعا عندك في الدنمارك هانسن، عندك في فرنسا كاراباتيتش، عندك ساجوسن في النرويج، عندك منتخب اسبانيا ممكن ما يكونش فيه السوبر بس هم ككل واحد عشان هو سيستم الناس بتمشي عليه، كل واحد لما بيعمل شغله صح ممكن ينجموا الفرقه كلها، هتلاقي الفريق كله طالع كل واحد جايب عدد اجوان متقارب من كتر ما هم بيعرفوا يلعبوا بعض وبيشتغلوا مع بعض. وطبعا يعني في ايسلندا في بالمرسون يعني في كل فرقه طبعا ممكن اقول لك اكتر من اسمه، يعني في المانيا جنشايمر، ف يعني ممكن اقعد اعد لك ومش هنخلص يعني. فانت برضو في نفس الوقت انت عندك ناس بيتوجوا في افريقيا اللي فاتت من احسن لعيبه، وطبعا معاك اساطير في اللعبه ومعاك الشباب كلهم طالعين كلهم محققين مراكز في كاس عالم وكلهم طالعين من فريق منتخب العالم. فيعني دي حاجه برضو تطمنك وحاجه تخليك ان انت طموح، زي ما بنسال على الاسامي المهمه اللي موجوده في بقيه فرق العالم دلوقتي احنا عايزين نثبت ان احنا برضو اسامينا تتقال زي ما احنا بنقول اساميهم. طيب علي انت في بدايه الحلقه قلت لي احنا كنا ماتش تونس نازلين واثقين من الفوز، هل في البطوله دي واثقين ان انتوا تقدروا توصلوا لابعد الحدود وتحققوا انجاز افضل من انجاز فرنسا 2001 وتوصلوا للمربع الذهبي ولا لا؟ احنا يعني ممكن اقول لك احنا واثقين ان احنا في تقدم كبير قوي، في نضج كبير جدا في اللعب، في سيستم جديد ماشي عليه كويس. يعني انت لما سالت يحيى عن اسماء الناس اللعيبه الجامدين في كل فرقه ما يقدرش يقول لك حد في اسبانيا، لان اسبانيا فعلا ماشيه على سيستم واحد. اللعيبه ممكن ما تبقاش سوبر بس عندهم كواليتي فبيعرفوا يلعبوا 60 دقيقه بنفس الريتم وبنفس يعني ولا 10 من 10 ولا مثلا 5، لا يعني دايما مثلا 8 من 10 طول الماتش. ف احنا دخلنا في الموضوع ده دلوقتي، فانا شايف ان احنا طبعا مساعده الجماهير بالفتره اللي من دلوقتي لحد كاس العالم الحاجات دي كلها هتفرق معانا جدا في البطوله. انا واثق ان احنا لو ان شاء الله ماتش الافتتاح مع السويد عملنا ماتش كويس معاهم وكسبنا، واثق ان الدنيا هتتفتح اكتر. احنا كمان عندنا حاجه اللي هو يعني في نضج عندنا وفي خبره كبيره عندنا في الفرقه. مشكله الفرق اللي هي ممكن بتنظم البطوله دايما ممكن تقع في ماتشات ما تبقاش عامله حسابها فيها. يعني انت داخل تقول السويد والتشيك ومش عارف وتشيلي، فاحنا تشيلي هنريح شويه، ممكن على طول الهاندبول ما فيهاش كبير وصغير، ممكن تخسر هي 60 دقيقه ممكن تخسر في اي وقت. ف ماتش السويد هيفتح كل حاجه وهيخلي قدامنا فرص اكبر وهيخليك عندك ثقه في نفسك وهتخلي الجماهير عندها ثقه فيك، فده اهم حاجه يعني في البطوله.
ان شاء الله الجميع تبقى واثقه فيك وانت تبقى واثق في نفسك، فهنوصل لابعد الحدود يعني. طيب يحيى، طموحاتك ايه ورايك في امال الجماهير اللي يعني كله بيطالب دلوقتي البطوله عرضنا، هتاخدوا الميداليه يعني هتاخدوا ميداليه؟ يعني طبعا ده حلم عايزين نوصل له، يعني محتاج مجهود وتضحيات وثقه عاليه، فانت بتحاول ان انت تبني ده بعد الظروف اللي كنا فيها وبعد التوقف اللي احنا كنا فيه في الفتره القصيره اللي فضلنا على البطوله. بتحاول توصل لجاهزيه ما كنتش فيها السنين اللي فاتت دي كلها، لان انت الامال عليك كبيره والعيون عليك كبيره، وانت اللي خليت الناس تطمع فيك. يعني انت كاس مع كاس عالم اللي فات انت وصلت لثامن عالم. طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نوصل ان احنا نكون الاول من الثمانيه الاوائل، وبعد كده تبدا تاخد بقى النوك اوت سيستم ماتش بماتشه. طبعا يعني نتمنى ان الجمهور يبقى واثق فينا وان هو يبقى ورانا لحد اخر نفس، ونوعدهم طبعا ان احنا نطلع كل حاجه عندنا في البطوله باذن الله، وكلنا امال ان شاء الله ان مصر توصل للمربع الذهبي. فاصل، وبعد الفاصل هنكمل حديثنا الممتع مع اثنين من نجوم منتخبنا الوطني المصري لكره اليد، يحيى الدرع وعلي زين. بجد تحب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وملاعب الابطال، مكملين حديثنا الممتع والشيق مع اثنين من نجوم منتخبنا الوطني المصري لكره اليد، علي زين ويحيى الدرع. تعالوا نختم الحديث عن كاس العالم. غير مصر ان شاء الله لو هنختار ثلاث اضلاع تانيين للمربع الذهبي، يحيى تقول لي مين؟ يعني انا بس على حسب تقسيمه الطرق الفرق اللي هتلاعب بعض، يعني ممكن من اللي هيوصل تبقى اسبانيا والنرويج، وان شاء الله ان شاء الله احنا من الناحيه دي ممكن الدنمارك او كرواتيا، يعني ده احساسي ممكن يعني. طيب بالنسبه لك يا علي، هي قول لي يلا غير مصر. هي غير مصر برضه غير مصر الدنمارك ان شاء الله احنا باذن الله، اسبانيا. طيب انا المهم ان انا شايف فيكم التفاؤل ان شاء الله ان انتم متفائلين باذن الله نبقى متواجدين في المربع الذهبي. تعالوا نتكلم شويه فنيا، عايز اتكلم معاكم عن الفتره اللي انتم استفدتوها بتواجدكم في المنتخب الوطني المصري. هبدا مع يحيى، قول لي الفتره اللي كانت ما قبل بروندو المدير الفني روبرتو غارسيا، بحكم ان هو احد افضل المدربين حاليا في العالم، استفدت ازاي من المدير الفني السابق وايضا من روبرتو غارسيا؟ يعني طبعا زي ما كنا بنتكلم من البدايه مع ديفيد كانت مهمه، وكان جاي في الوقت الصح ان هو الشخص اللي يبدا معاك، ان هو عنده حته التعليم والتركيز فيها موجوده عنده بزياده، وان هو يفضل ان انت تتقنها، يفضل على حركه واحده لحد ما ان انت تكون بتعملها وانت مغمض عينك، بيفضل وراك، وان هو كل تمرينه مهمه بالنسبه له. بيلعب على العامل النفسي كتير قوي قبل ما نبدا التمرين، ممكن يوقفك يقول لك مقولات من ناس مشهورة، معاني الحرب، حاجات معينة كده في الأول أنت ممكن ما تفهمهاش، بس في وسط التمرين بعد ما التمرين يخلص يجي يقول لك أنا النقطة أنا اتكلمت فيها كان قصدي أن أنت تعمل كده في التمرين، أنت ما وصلتلهاش، التمرين اللي بعدها لازم تعملها. فعلى طول هو كأنه حطك في ميشن، كل تمرينة أنت لازم تطلع بتأتشيف حاجة وتكون واصل لحاجة معينة، وهو بيقعد يقيمك عليها. الحمد لله يعني في فترة قليلة، وبرضه هو ما اشتغلش معانا الوقت كله قبل كأس عالم بتاع الدنمارك، ووصلنا للمركز اللي احنا وصلنا له. بعد كده جه باروندو، طبعا الشغل اللي ديفيد عمله هو كان مسهل حاجات كتير على باروندو، هو عنده حتة ان هو يأوبزرف اكتر للعيبة ويقعد يتفرج عليها، يشوف الاتيتود بتاع كل واحد، بعد كده يبدا يحط بقى الغلطات بتاعه السيستم، او طبعا كل مدرب بيكون عنده اختلافات معينه في الفنيات، بس اعتقد ان احنا ظهرنا في يعني احنا في تونس حاسين احنا لعيبه كويسه جدا، بس احنا متحركين في حد قايل كل حاجه نمشي عليها بالحرف، وطبعا انت بتبدع في النص بكل واحد بامكانياته اللي موجوده، بس كل ده بتوجيهات منه، وكل المذاكره اللي ذاكرناها، وكل ان انت تبقى من احنا من اول البطوله مثلا احنا هنلعب الكونغو بكره، بس بالليل بنتفرج على ماتش التونس حته منه، كل شويه يديك حته ان انت تنام تصحى انت بتحلم باللعيبه اللي انت هتلاعبها. والمهندس هشام نصر امبارح رئيس الاتحاد قال لي معلومه طريفه، ان هم الاثنين كانوا في المباراه النهائيه من اقوى بطوله بعد بطوله اوروبا اللي هي دوري ابطال اوروبا. طيب علي، خليني اسالك، قرب في السن، يعني بروندو مدرب عنده 40 سنه، قربه في السن منكم ده يعني مخلي دي ميزه ليكم في المنتخب ولا لا؟ طبعا هي ميزه. في نفس الوقت احنا قبل ما هو يجي هو يعني كسب الشامبيونز ليج، وفي نفس الوقت هو يعتبر من احسن المدربين في العالم.
فده مخلي عندك الثقه اللي هو يعني الحاجات اللي بيقولها الى يعني بنسبه كبيره جدا صح. ف قرب السن وازاي يتعاملوا مع اللعيبه، وهو فعلا بيعرف يتعامل مع اللعيبه، بيعرف يتعامل، ما بيتعاملش مع كل لعيبه زي بعض، بيعرف يتعامل مع كل شخصيه، وهو فعلا ذكي في طريقه تعامله مع اللعيبه، بيحاول يوصلهم ان هو ازاي ياخد ال 100% بتاعت كل لعيب بطريقته هو. انا شايف اللي هو مكسب لنا كبير جدا، وزي ما يحيى قال هو فعلا يعني عنده فرقه كويسه، عنده فرقه فيها كواليتي حلو جدا، بس كانت محتاجه ازاي تتوظف صح. هو عنده حاجات كتيره وعنده افكار كتيره مخلينا فعلا متشوقين لكل يوم نتمرن معاه فيه. ف شايف ان هو مكسب كبير لينا، وان شاء الله نحاول نوريه الناس ده، نوريها للناس في البطوله الجايه ان شاء الله. طيب يحيى، يعني المزج ما بين اللاعبين الشباب والخبره، عندنا اجيال طالعه، منتخبات الناشئين والشباب، شايف ان ده امر في صالح المنتخب في الوقت الحالي ولا لا؟ لا، هي طبعا حاجه ايجابيه جدا، خاصه ان انت الناس الشباب والناشئين اللي طالعين لك واللي موجودين معاك دلوقتي هم اتحطوا في اصعب ضغط واصعب حاجه ممكن يواجهوها في السن بتاعهم. كل واحد فيهم دخل مربع كاس عالم بتاعه، وخاصه فريق الناشئين دخل، اللي هو دي كانت من اول مره يبقى فريق منتخب مصر في الناشئين يكون في المربع، واخدوا اول. في منهم ثلاثه متاخدين في فريق العالم، نفس الكلام فريق الشباب واخدين البرونزيه، وبرده يعني الامتحان اللي هم كانوا فيه ان هم خسروا السيمي فاينل وتاني يوم وراها بيلعبوا الثالث والرابع وينزلوا ويكسبوا. فانا شايف ان دي حاجه مميزه جدا عندنا، زائد عناصر الخبره اللي موجوده. وانت عندك دلوقتي في الدوري المصري او كل الفرق اللي موجوده دلوقتي بدات تستعين بالعناصر الصغيره انها تضخ في الفريق، لان الماتشات كتير وعلى طول في بطولات انت بتلعب عليها، حتى اهلي وزمالك هتلاقي ان برضو القاعده اللي موجوده عندهم من الشباب والناشئين وحتى اللي فوقيهم على طول بيبقوا لهم مواليد 96 94، ما هم لسه برضو في البدايه وبيحاولوا ان هم يبنوا اسم ويوصلوا لحاجه كبيره في الانديه اللي موجوده معاهم. فيعني دي حاجه ساعدت ان لما هم دخلوا وسطنا العقليه بتاعه الاحتراف والعقليه بتاعه البطوله والمسؤوليه هي موجوده عندهم، فدي حاجة مطمنانا ومطمناهم وخلتنا ان احنا نندمج مع بعض اسرع. ان شاء الله مرحلة مهمة جدا، نتمنى ان شاء الله كل التوفيق ليكم مع منتخبنا الوطني المصري. بما انكم اثنين من نجوم منتخبنا والجيل الحالي، يعني انا حابب كل اللي بيتفرجوا عليكم مشاهدين شباب صغير يحتذوا بيكم ويمشوا على خطاكم. عايز ابدا معالي زين، يعني قول لي ازاي دخلت في موضوع كرة اليد لحد ما بقيت ما شاء الله لاعب محترف ومحقق بطولات مع منتخبنا الوطني المصري، ويعني خلاص من نجوم المنتخب، فاحكي كده ازاي بدأت القصة لحد ما بقيت لاعب محترف. هي قصة طويلة بس أنا هحاول أختصر فيها. طيب. أنا بدأت هاندبول وأنا عندي 6 سنين في النادي الأهلي. عشت طول حياتي في النادي الأهلي لحد 2012، وبعد كده بدأت احتراف. طبعًا عديت بمراحل كتيرة، وفي ناس كتير قوي في جوه النادي عندها ليها فضل عليا كبير. أول مدرب أخدني في مع منتخب الناشئين كابتن عماد ابراهيم، ولعبت بطوله بحر المتوسط معاهم 2006. بعد كده كابتن عاصم السعداني صعدني منتخب شباب واداني فرصتي، ولي فضل كبير عليا طبعا. بعد كده طلعت مع كابتن جمال شمس 2009 مع المنتخب الكبير، وبعد كده بقى كملت مع كل المدربين. احترفت في تونس 2012 مع النجم الساحلي، احترفت بعد كده في الجزيره الاماراتي 2014 و13. بعد كده احترفت في اكس في فرنسا سنتين، وبعد كده رجعت على الشارع الاماراتي. الموضوع كله هي فرص بتجيلك ازاي تقدر تمسك فيها او لا. انا جات لي فرصه والحمد لله كانت الدنيا كانت كويسه وعرفت امسك فيها. الاهم من ده كله اللي انت يبقى لازم يبقى عندك ثقافه رياضيه، ازاي تعرف تتعايش اللي انت لعيب محترف او اللي انت لعيب بروفيشنال، يعني تعمل تضحيات كبيره. ما ينفعش تعيش عيشه زيك زي صاحبك، ده الكلام ده للناس الصغيرين اللي طالعين، يعني ما ينفعش تعيش زي واحد مثلا مش طبعا
بالنسبه لي من اكتر حاجات اللي استمتعت بيها ومن اكتر اللعب اللي حبيتها، والطريقه بتاعه الفريق والقوانين بتاعتها، لحد ما جالي الفرصه ان انا اتخذت في منتخب مصر الناشئين. فساعتها حسيت ان لا، ربنا بيوجهني ناحيه الهاندبول. في الاول طبعا يعني مش شرط ان كل اللي احنا وصلنا له ده احنا بادئينه من ساعتها، لا، احنا قعدنا نعافر وقعدنا نحارب عشان اصلا نكون موجودين من القوام الاساسي في المنتخب. لعبت في مراكز كتير غير المراكز بتاعتي عشان بس التوليفه اللي تكون موجوده في المنتخب تكون اقوى حاجه او في اقوى شكل. طبعا كابتن محمد عادل هو اللي ليه الفضل عليا ان هو اختارني وسط الناس كلها، وكان مؤمن بيا جدا حتى لو انا بلعب في مركز غير مركزي. بعدها طبعا كابتن مروان رجب اخذني من الفريق، صعدني مع فريق الدرجه الاولى، وكانت طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. قدامها قدمت تضحيات كتير بس علشان الحمد لله كانت فرصه جايه لي، ما كانش ينفع ان انا اضيعها في الفتره دي. طبعا خلال المسيره طبعا بتاعت نادي هليوبلس كابتن محمد الالفي والدنا في النادي في كل حته، طبعا احب اشكره على كل اللي احنا وصلنا له، والاجيال كلها اللي طالعه من النادي والاسامي اللي موجوده دلوقتي في المنتخبات والانديه مشرفه النادي، وكل ده بسبب اللي احنا اتعلمناه والشخصيه اللي احنا وصلنا نكون بيها في الرياضه. على مدار المنتخب انت بتعدي بنفس المراحل، كل منتخب بيعدي بطولات ناشئين وشباب وبحر متوسط. الحمد لله خدنا ثالث في اول بطولتين بحر متوسط، وكسبنا افريقيا ناشئين وشباب، خدنا رابع عالم كاس عالم الشباب. بعدها بدات انا بقى مسيرتي مع منتخب الدرجه الاولى 2015 2014 بطوله افريقيا في الجزائر، بعدين 2015 بطوله قطر، بعد كده اولمبياد ريو، وبعد كده من بعد اولمبياد بدا ان كان علي للاسف مصاب في البطوله دي وكاس عالم 2017 في فرنسا، فاللي هو كان ساب لي مساحه ان انا اعرف العب يعني. كان ساعتها انا طالع طبعا علي زين بالنسبه لي يعني متفرج عليه من واحنا صغيرين، كاس عالم لما اتصعد مع 88 وكاس عالم بتاعه، فيعني كان بصل كان مثل وقدوه الواحد لازم ان هو يمشي عليها، وهو من اوائل الناس اللي استلمتني في المنتخب وبتوجهك على الحاجات اللي مطلوبه منك، ان هو برده واجه حاجات ان هو اتصعد في سن صغير ولعب مع الناس في سن صغير. ف كان طبعا شرف ليا ان انا اكون موجود معاه، وان احنا دلوقتي بنلعب مع بعض وجنب بعض، دي حاجه بتحمسنا، ويا رب نقدر ان احنا نوصل البطوله ونكملها ونظهر على مصر. حابب علي اللي يرد، لان انت قلت بصراحه كلام جميل، انت لاعب محترم وخلوق. فانا عايز دي حاجه لازم تتقال طبعا، كل واحد في فريق ليه كلام من الكلام ده طبعا يعني يحيى بصراحه مش محتاج حد يتكلم عليه. لعيب ما شاء الله، صعب جدا تلاقي لعيب كواليتي بيلعب في اكتر من مركز بنفس القيمه وبنفس الاداء. يعتبر لعيب متكامل. انا مش بقول كده عشان هو موجود او عشان هو قال عليا حاجه، والله فعلا لعيب متكامل. صعب جدا في الهاندبول تلاقي لعيب بيدافع وبيهاجم فاست بريك، لعب في كل المراكز في المنتخب، لعب وينج ليفت كاس عالم قطر ولعب حلو جدا، لعب باك ليفت ولعب هاف بيلعب حلو جدا ما شاء الله، بيلعب في النص. يعني لعيب جوكر ولعيب متكامل بيدافع ويهاجم. فعشان كده هو اول ما اتصعد مع درجه اولى احنا كلنا يعني يحيى الدرع من اسرع الناس. يعني شفت مثلا دلوقتي حاليا الناشئين والشباب اللي طالعين، بس يحيى الدرع من اسرع الناس اللي دخلت وتجانست مع المنتخب. تجانست سوري، يعني اللغه العربيه عندي لا تمام زي الفل. ودخل معانا على طول وتالق على طول، وده صعب حد يحققه من اول بطوله او ثاني بطوله. لا هو دخل على طول كانه بقاله كتير، وعنده يعني يحيى ما شاء الله يعني 25 سنه بس مستحيل حد يعرف اللي هو عنده 25 سنه ما شاء الله خبره. فانت بره بتلعب ماتشات طويله، يعني ماتشات على طول جامده، فانت ده بيصب لمساحه المنتخب. انت المنتخب مستواه بيتطور زي ما يحيى قال في الاول، لازم تلعب 3 4 5 ماتشات عشان بعد كده تقابل فرقه جامده، وده لمصلحتنا عشان خاطر لازم تلعب ماتشات كتيره اوروبيه عشان مستواك يتحسن، انت بتلعب مع ناس احسن منك مش احسن من او مثلا في مستواك. فانا شايف ان ده كل ده بيصب لمصلحه المنتخب، وهو ده اللي اخر سنتين المحترفين بقوا اكتر، اللعيبه بقت اكتر على منتخب مصر، على اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري. انت قلت يعني 5 6 محترفين، في ناس ثانيه كمان محترفين في حتت ثانيه في المانيا درجه ثانيه، في ناس لعيبه كتيره في مصر محترفين ان شاء الله ياخدوا فرصتهم ويحققوا الهدف اللي هم عاوزينه. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا لينا يعني.
طيب كابتن يحيى، يعني طبعا هو نفس السؤال اكيد انت بتتفق مع علي، بس انا لو هسألك عن طموحك الشخصي في الفتره اللي جايه سواء مع المنتخب او مع نادي الزمالك، او حتى لو بتطمح في الاحتراف لان انت لاعب لسه لازلت صغير السن، فطموحاتك ايه؟ فكره ان انا كان عندي تجربه احتراف، سافرت سنه الدنمارك بعد كاس عالم 2017، بس للاسف اتصبت منها 7 شهور، فكان بس من الصعب ان انا بعد اصابه 7 شهور في كتفي، ومن الاخر هو ده اللي بشتغل بيه في الملعب. كان لازم ان انا بس ما ارجعش على الليفل العالي بتاع اوروبا، وبرده كان عندي شويه مشاكل في الجامعه وفي الجيش، كان لازم ان انا ارجع عشان ان انا اعرف اخلصها، وبعد كده ان انا ما يكونش في اي حاجه بتشدني لورا ان انا اسافر او ان انا يجي لي اي احتراف. فانا الحمد لله كان بيجي لي اوفرز على مدار الفتره اللي فاتت في كل البطولات، بس كنت عايز بس ان انا ابقى مخلص كل حاجه. الحمد لله خلاص اتخرجت، فدلوقتي انا قدامي، انا مضيت سنتين مع الزمالك، ومفروض بطولات المنتخب اللي جايه ايفنتس كبيره، عندك كاس عالم وان شاء الله بعدها اولمبياد، فانت في خلال البطولات دي بتحاول تثبت لنفسك وتثبت للاوفرز اللي جات لك، ويمكن يجي لك اوفرز احسن اللي انت بقى بتحلم بيها، تشامبيونز ليج والفرقه اللي بتنافس. دي حاجه طبعا ان شاء الله حلمي ان انا اوصل لها، بس في خلال السنتين اللي جايين ايا كان مكاني يكون فين مع المنتخب او مع النادي، بحاول اوصل لاعلى مستوى انا اقدر عليه. طبعا وجود كل اللعيبه المحترفه دي بعيدا عن ان هو بيضخ حاجه قويه للمنتخب وبيديك ثقه ان انت عندك لعيبه بمنتاليتي عاليه، هي برده في نفس الوقت بتخلي عندك كل اللعيبه طموحه انها تبقى زيهم، يعني بيشاركوهم نفس الحلم. انت دلوقتي عندك يحيى خالد لما بيطلع يكسب كل الناس بتنزل له، كل الناس بتبارك له، ممدوح هاشم لما كسب تشامبيونز ليج كل الناس باركت له. ففي نفس الوقت ما احنا عايزين برضو نوصل، يعني مبسوطين لهم، وفي نفس الوقت عايزين نعيش نفس الحلم اللي هم عاشوه لما بيجوا ويحكوا لنا عليه، فدي حاجه طبعا ايجابيه جدا. احنا كده خلصنا، بس قبل الختام انا عايز كل واحد فيكم يوجه كلمه للجماهير، سواء مطالبكم في المسانده الجماهيريه، اي حاجه يعني حابين تقولوها للجماهير بشكل عام. ف طبعا نطلب من الجماهير اللي هي يعني تثق فينا، و وفي نفس الوقت يحلموا معانا، احنا داخلين على حلم كبير وان شاء الله نحاول نحققه، ف ثقتهم فينا واللي هم يجوا معانا ويكونوا موجودين معانا دي هتخلي الحلم قريب جدا، فان شاء الله نعدي بس من الفتره دي على خير، وان شاء الله يعني بوعدهم ان احنا زي ما هي قال احنا مش هنعمل 100%، نحاول نعمل اكتر من 100% ونوريهم فعلا ان احنا منتخب يقدر يعمل حاجات هم ممكن ما يكونوش متوقعينها يعني. كابتن يحيى. لا طبعا بنشكرهم على ثقتهم فينا وعلى الامال اللي هم حاطينها وعلى الاسئله اللي بيسالوها في اتجاه ان انت تكون من الاربعه الاوائل وان انت تحقق ميداليه. يعني شيء جميل ان انت وصلت لكل الناس دي ان انت تقدر وان انت جدير بان هم يدعموك، واديك شفت ان الافتتاح كان مشاكله عامل ازاي والاستقبال وكل التجهيزات اللي موجوده والصالات اللي بتبني، فدي معنى ان انت عندك بلد كامله مؤمنه بيك بتحاول توفر لك كل العوامل ان انت تكون مرتاح ومبسوط ومتاكد ان الناس على درايه وعلى معلومه كبيره ان فريق اليد يقدر ان هو يحقق حاجه ومحقق انجازات، فكل الناس بتحاول تزقك، ما فاضلش غير ان انت تشتغل على نفسك وتوصل لحد اكتر مستوى تقدر توصل له، وان شاء الله في الاخر يعني ربنا يكرمنا ونوصل لابعد مدى نقدر عليه في كاس عالم باذن الله. كابتن علي زين، يحيى الدرع، بشكركم جدا على هذا اللقاء. اشكرك، اتبسطت ان انتم كنتوا موجودين معايا النهارده. احنا كمان مبسوطين جدا بصراحه، وبنشكرك على اللقاء الجميل ده. العفو. شكرا وصول لحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وملاعب الابطال. غدا باذن الله لقاء يتجدد، مكملين في الاجواء الرائعه لكره اليد والحاله الجميله اللي مصر بتعيشها، ولكن هيكون اللقاءات ان شاء الله مع زميلتي العزيزه مريهان عمرو، وفي حلقه جديده من برنامجكم ملاعب الابطال. بعد قليل ان شاء الله يكون معاكم الزميل العزيز ابراهيم فايق في جمهور الثالثه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه.